يقول عندما دخلت المسجد اليوم وقت الضحى نويت ركعتي الضحى، نويت ركعتين تحية المسجد، نويت ركعتي الوضوء، هل يصح هذا؟ نعم، أنت إذا نويت ركعتي الضحى فهي تغني عن تحية المسجد، تغني عن تحية المسجد وتغني عن سنة الوضوء، لكن إذا أردت أن تصلي الضحى والوضوء لا بأس، لكن تحية المسجد تسقط. تحية المسجد فقط إذا أراد الإنسان أن يجلس، لكن طالما أنه عنده صلاة يصليها فإنه تسقط تحية المسجد، لكن إذا ما عنده صلاة يصليها فإنه يصلي بنية تحية المسجد.